ليل كل لبنان وتحديدا طرابلس ليله موصول بنهاره بطبيعة الحال. البداية قبل الانتقال إلى المفاجآت التي تحدثت عنها، قبل الانتقال أيضا إلى النتائج الموجعة والنتائج المرضية، لابد من السؤال، كيف تصف نتائج الأولية أو المعركة في طرابلس؟ يعني طبعا أنا دائما كنت أقول بأن مجهول يتحكم في اللعبة الانتخابية، وأن هذا المجهول سيكون له تأثير كبير. عندما قلت هذا كنت أقصد بالغضب الشعبي الموجود في طرابلس، كنت أقصد بالغضب على والحزن على مراكب الموت، كنت أقصد المودعين في المصارف، كنت أقصد الحالة الاجتماعية. يعني طبعا اليوم امبارح كان رغم يعني نسبة الاقتراع اللي وصلت ل 27 او 28%، واللي كانت تعتبر يعني انخفضت عن الانتخابات 2012 ب 12%، ولكن كان في انتخابات اول الكل لمن يهمه الامر، يعني من كان لديه الماكينات الكبرى ومن نجح في يعني استقدام المندوبين، هو بدأ صعود تدريجيا من خلال هذه الأصوات. هناك مزاج ثورة 17 تشرين، والتي أعطت لائحة انتفض للعدالة والسيادة ربما حاصل انتخابي قد يترجم في أحد المقاعد. وطبعا هؤلاء يعني أنا من وصفتهم بالذين كانوا يقومون بالمهمة الرسمية، الذين دخلوا إلى أقلام الاقتراع من دون أن يطمع أي أحد ومن دون أن يلجأ إلى أي إغراءات، وطبعا أعطوا اللائحة. وطبعا يعني المقاطعة السنية كانت واضحة في طرابلس على أكثر من صعيد، خصوصا يعني عندما وجدنا بأن المتمردون على تيار المستقبل يعني جابوا حاصل واحد، بينما كان في الحديث عن أكثر من حاصل. وطبعا يعني كمان الإرادة الشعبية، تقدم الحاج طه ناجي كان له تأثير على الوضع العام، خصوصا بأن النائب فيصل كرامي ما زال فقط الخطر يتأرجح ما بين هو أو عزام الأيوبي على لائحة التغيير الحقيقي، فضلا عن رامي فنج الذي هو رئيس لائحة للسياد انتفض للسياد. المفاجأة الكبرى كانت تحالف إيهاب مطر مع الجماعة الإسلامية. إيهاب مطر هو حتى الآن الثاني في طرابلس بعد اللواء أشرف ريفي، وطبعا هناك أيضا لائحة للناس التي سيفوز منها أيضا المرشح كريم كبارة، وطبعا ما يزال هناك المقعد العلوي. أما النتيجة الأبرز التي تحققت في طرابلس فكانت من نصيب أشرف ريفي مع تحالف اللبنانية. حتى الآن اللواء أشرف ريفي لديه 3 حوض، وبدأت صباحا فرز أقلام المغتربين. نعم. الماكينة الانتخابية للواء أشرف ريفي بأن أصوات المغتربين قد تمنح اللواء ريفي الحاصل الرابع، ما يعني بأن اللواء ريفي قد يحصل على المقعد السني الرابع. نعم. المقاعد الأخرى.